لا متابعينا الكرام دائما من المطار ودائما من الملعب الدولي ملعب القاهره. متابعينا الكرام اكيد العديد من ردود الافعال حول المقابله اللي تجمع ما بين نادي نهضه بركان والزمالك المصري. مقابله كبيره، مقابله هنا بداخل استاد القاهره بجمهور لا يكون خيالي. حتى حاجه ان شاء الله ما تمنع نادي نهضه بركان من انهم باش يتوجوا باللقب، خصوصا بعد النتيجه ديال الذهاب. معايا العديد من الزملاء الصحفيين المصريين واللي غادي ناخذ ردود افعالهم ما قبل المؤتمر الصحفي اللي غادي يكون. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ تمام الله يبارك. تشوف المقابله بتاع غدا ازاي ان شاء الله؟ والله يا فريق نهضه بركان من الفرق المحترمه واللي اثبتت وجودها السنه دي، والزمالك برضه فريق كبير، فريق محترم، وان شاء الله هنشوف بكره ماتش كويس يليق بالفرقتين وبتاريخهم. هو انا متوقع ان الزمالك هيبقى شادد حلو شويه، وان نهضه بركان هتدافع اكتر عشان تقدر تحافظ على فرق الهدف اللي موجود وتحاول ان هم ما يستقبلوش. واتمنى ان الماتش يبقى يليق بالفرقتين بشكل اقوى. الزمالك استعد كويس، اصاباته رجعت سليمه 100%، فريق مكتمل. نهضه بركان فريق محترم ومنظم جدا، وان شاء الله باذن الله الماتش بكره يليق بالفرقتين قبل اي شيء. اكيد غدا ان شاء الله نشوفوا على واحد الحضور جماهيري كبير ديال نادي الزمالك. واش ما كتشوفش ان هذا يعني الحضور الجماهيري الكبير يقدر يشكل ضغط على اللاعبين ديال الزمالك؟ والله يعني هو الجديد في الموضوع ان الجماعه وافقوا، الحكومه عندنا وافقت ان ساعه الاستاد كامله تتملي، وجماهير الزمالك معروفه بالضغط الشديد طول الماتش وبالتشجيع القوي لا يتوقف، فاكيد في ضغط شديد جدا هيبقى موجود على فريق نهضه بركان. والزمالك فريق جماهيري من الدرجه الاولى، بيقدر يتعامل مع الماتش عن طريق جمهوره، وان شاء الله هنشوف برضه ماتش كويس باذن الله. شكرا لك استاذ، شكرا لك. اذا متابعينا الكرام دائما ردود افعال ديال الصحفيين المصريين ما قبل المؤتمر الصحفي. وغادي ينضم لي الزميل والصديق. اجي 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 اجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ محمد ايمن، ناقد رياضي بموقع ايجي جول. الله يحفظك، مرحبا بك عندنا. مرحبا بك. مرحبا بنا. مرحبا بكم في بلدكم الثانيه مصر. الله يحفظك، شكرا بزاف. كيفاش كتشوف المقابله ديال غدا ان شاء الله؟ طبعا فريق نهضه بركان فريق محترم بيواجه نادي الزمالك. طبعا الماتش هيبقى صعب، خصوصا نتيجه 2-1 هناك، حاطط فريق نهضه بركان تحت ضغط هنا وعده اريحيه بنسبه كبيره لنادي الزمالك. بس طبعا الماتش هيكون صعب. نجوم نادي نهضه بركان طبعا والمدير الفني معين الشعباني عندهم خبرات، وفي الجانب الثاني نادي الزمالك عنده الخبرات اللي تمكنه ان هو يحسم اللقب. اكيد مقابله غدا ماشي بسهله، مقابله اللي تكون صعيبه خصوصا بعد النتيجه ديال 2-1. كيفاش كتشوف هذه النتيجه؟ يعني هي نتيجه ملغومه، سواء سجل الزمالك او نادي نهضه بركان، كلا الفريقين غادي يصعبوا على بعضياتهم يعني اللقاء. نتيجه ملغومه، كيفاش كتشوف النتيجه ديال 2-1؟ هو اللقاء طبعا زي ما قلنا ان هو صعب، بس الزمالك دلوقتي عنده الاريحيه بفضل الهدف اللي جابه سيف الدين الجزيري، مكنته ان هو يبقى من هدف واحد يقدر ان هو يحقق البطوله عكس من نتيجه 2-0. اكيد تبارك الله عليك، نخليك تكمل يعني. مبسوطين بوجودكم في بلدكم الثانيه مصر. شكرا والله. الا حنا زعما مبسوطين بزاف لحقاش، يعني لقينا واحد الترحاب كبير هنا من طرف اخواننا. هينضم لي الزميل مروان، واخا سي مروان واخا نشوفوا. ينضم لي الزميل مروان اكيد صحفي كذلك مصري اكيد. متابعينا الكرام وحنا هنا داخل استاد القاهره، يعني ترتيبات كبيره اللي كيعيشها استاد القاهره قبل النهائي ديال اليوم غد. لهذ اللحظات كينضم لي الاخ والصديق مروان. كيف الحال؟ زي الفل الحمد لله. ليك وحشه مروان. وانت والله شحال ما بقينا تشوف مصر. والله الا بخير. الله يحفظك الله يبارك. ربنا يخليك حبيبي. اذا مروان كيفاش كتشوف المقابله ديال غدا؟ مقابله صعيبه. المباراه تبقى صعبه جدا على نهضه بركان. صعبة جدا على نهضة بركان وسط ساعة كاملة لاستاد القاهرة وجماهير الزمالك جاية، هتسبب ضغط كبير جدا على فريق نهضة بركان، عايزة تتربع مرة أخرى على التتويج على البطولات الأفريقية. المباراة طبعا هتبقى في البداية مهزوزة من الطرفين علشان كل فريق عايز يحافظ على أماله في التتويج من البطولة. جماهير الزمالك هتبقى سبب كبير جدا في عامل إن هي ترجع فريقها تاني، إن هي تخليه يكسب ويحقق الهدف المرجو منه، فبالتالي ما ييأسوش إن هم يلاقوا إن فريق نهضة بركان متراجع علشان يحافظ على على الهدف، بخصوص إن هم قدموا مباراة كويسة جدا في مباراة الذهاب على ملعبهم 2-1. فأكيد طبعا جماهير الزمالك مش هتحب إن هي تبقى على ملعبها وسط العدد الكبير دوت وفي الاخر تتغلب البطوله امام الفريق المغربي. اكيد
مروان خويا شفنا كنا شفنا النهائي ديال 2019 كان حارق ما بين الزمالك ونادي نهضة بركان، واش اليوم غادي نشوفوا سيناريو مشابه للنهائي اللي فات اولا هذه بجزئيات اخرى يعني بتفاصيل اخرى؟ اختلاف العناصر في الفريقين طبعا ده اللي ظهر علينا نهضة بركان المباراه اللي فاتت، ما كانش فيه نفس القوه اللي كانت موجوده في 2019 اللي خلت الفريق يبقى متوازن وماسك ان هو يحقق الهدف هناك بهدف واحد، ويجي هنا كان ند بند امام الزمالك وفي الاخر المباراه تحولت لضربات جزاء ومن خلالها توجي الزمالك باللقب، فاكيد مش هيبقى مماثل لان فريق الزمالك اختلفت العناصر بفكر مدرب جديد قادرين ان هم يحققوا البطوله وسط جمهورهم وملعبهم. اكيد توقعاتك اخ مروان للمقابله شنو النتيجه كتوقع؟ المباراه صعبه التوقعات، لو الزمالك بدا ان هو يبادر بالاهداف في البدايه اتوقع المباراه هتبدا تبقى تتفتح تمام، نهضه بركان هيلعب الكل في الكل اكيد مش هيخاف ولا يهتز، فبالتالي هيبقى عنده يعني المباراه هتبقى ند بند ذهاب يعني هنا او هنا، فبالتالي انا اتمنى الفوز للزمالك طبعا وبغض النظر ربنا يخليك بس فان شاء الله فوز الزمالك علشان يفرح الجماهير بتاعته اللي هي بعيده جدا عن التتويج الفتره اللي فاتت، وكان في كبوات كتير جدا ما قدرتش ان هي تحقق بطولات وعلى المستوى المحلي، وكابتن حسين لبيب رئيس النادي هيحب ان هو يتوج باول بطوله افريقيه ليه في العهد الجديد بتاعه. بارك الله عليك، شكرا لك مروان حبيبي، شكرا لك والله ليك وحشة وانت مروان الله يحفظك شحياتك، شكرا لك. اذا متابعينا الكرام كانت هذه ردود افعال الصحفيين المصريين قبل المؤتمر الصحفي وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي ان شاء الله، نعود نتلاقى معكم بعد نهاية المؤتمر الصحفي، تبارك الله عليكم، شكرا.